فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وروى الإمام أحمد في المسند: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب أن عمر كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. قال حماد بن سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية؟ لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. نعم، لما فتح المسلمون بيت المقدس في خلافة عمر رضي الله عنه، اشترط النصارى من هم في بيت المقدس أو في القدس أن يحضر عمر ليستلمه منهم. فذهب عمر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام لأجل أن يستلم بيت المقدس من النصارى، ثم استلمه منهم رضي الله عنه، صار في حوزة المسلمين. وهو من الأصل إنما يكون للمسلمين في كل زمان، المساجد للمسلمين. والله جل وعلا يقول: وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما يعني المشركين، وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالمساجد والبقاع المقدسة تكون للمسلمين في كل زمان، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده، هي للمسلمين، كما قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالله جل وعلا أخذ بيت المقدس من النصارى الكفار ووضعه في يد المسلمين لأنهم أهله. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فهي ليست لهم، وإنما هي للمسلمين. والولاية على المساجد وعلى المقدسات الإلهية إنما تكون للمسلمين في كل زمان، وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صارت للمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعت إليهم في عهد عمر رضي الله عنه. الشاهد أنه أراد أن يصلي رضي الله عنه في بيت المقدس، فشاور كعب الأحبار وكان من علماء اليهود، فأشار عليه أن يصلي خلف الصخرة لتكون القدس كلها بين يديه يعني أمامه. فعمر تنبه لذلك وقال: ضاهيت اليهودية، أو ضاهيت يعني شابهت اليهودية، لأن كعب الأحبار رحمه الله كان يهوديا من أحبار اليهود، ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم. فعمر امتنع من ذلك ومن قبول هذه المشورة لئلا يتشبه باليهود، لأنهم يستقبلون الصخرة، وهذه الأمة شرع الله لها أن تستقبل الكعبة ولا تستقبل الصخرة. ولهذا عدل عمر رضي الله عنه عن الصلاة إلى الصخرة وإن كانت بينه وبين الكعبة لئلا يتشبه باليهود. فهذا دليل على عدم التشبه باليهود، وأن الإنسان يكون فطنا وحذرا من هذه الأمور. ثم إنه استقبل الكعبة وصلى، وجعل الصخرة خلف ظهره رضي الله عنه. وهذا موضع المسجد الآن، هو الذي صلى فيه عمر رضي الله عنه، هو موضع بيت المقدس الآن، والصخرة خلفه.